السلام عليكم. غصب نرى نسكني أول قالت لي أن التاجر أربداكا ولكن تا أرجيونز ما حجي يستفد التاجر ما حيستفد لا تغطية صحية لا لابورت أي حاجة ورقيت يستفد نكن أربدانكا ولكن ما ننظر إلا غير لك ملوقت النكاسة سيا أول غصب نرى نبدو نسكر يومين من بعد نبدو ردي حسكن كرا الحل نستعد دي سنسكر أدفتو أبعد ما يكون يعني مدنا الا كان الحل فضا بركه والله وريلا هيا حديث سن هذه التاجر هكا كل ما درتي لان ما يومز انت فات بنا ندرس 70 سنه 80 سنه الا كنت الحق وصل الكونطوار علاش تحيه نضاليه لجميع التجار اليوم لانهم استجبوا لهذا النداء الاضراب الانذاري اللي ربما هذه رساله الى من يهمه الامر انه يدارك الامر قبل فوات الاوان لانه الان السلم الاجتماعي على المحك واللي كيعتبر التجار المهنيين هو العصب او نقول هو الصمام الامان ديال هذا السلم الاجتماعي. اظن انه الان على الاحزاب السياسيه بالدرجه الاولى على النواب البرلمانيين انهم يقوموا بالدور المنوط بهم في المدافعه او الدفاع على التجار المهنيين وكفى من انه يتم التنزيل كل ما مر في قوانين مزعفه في حقهم وهذه رساله واتمنى ان نستوعبها جيدا وشكرا. الرحمن الرحيم محمد جمع رئيس جمعيه التجار المهني السوق اليومي بينزكر ومحيطه. الحمد لله الاضراب ناجح 100% ما يقارب عن 400 محل بالسوق اليومي كلها مسدوده. حنا كنرفضوا هذا القرار ديال القرار الماليه 2019 ومن هذا المنبر كنشكر جميع مكونات السوق اليومي والاسواق المجاوره كسوق تلتا والمرشد غرو وجميع التجار ديال انزكان وشكرا. هذا عنان رئيس جمعيه اتحاد التجار والحرفي ومهني سوق تلتا. بالنسبه للمطالب اللي كنطالبوا من الحكومه كنطالبوا بنزلات هذه القوانين الضريبيه وهذه الاجراءات وكانت على الاقل دير واحد لقاء تحسيسي او تواصلي مع التجار الناس اللي كيزاولوا هاد التجاره وتجلس معاهم وتناقش معاهم قبل ما تنزل هاد القوانين ومن ناحيه يرفعوا علينا الاضرار ديال حجز السلع داخل المتاجر في بلاصه ما كانوا خصهم يشوفوا النقط النقط ما كتدخل السلعه ماشي حتى كتدخل السلعه وكيجيو للمتاجر وكيهزوا السلعه وكنتمناو من الحكومه تاخذ هذا الاضراب اللي ناجح حنا بمدينه انزكان تقريبا مدينه انزكان واكادير والنواحي ناجح 100% تاخذ بهذا الاضراب وتنفذ المطالب ديال التجار في اقرب الاجل. السلام عليكم ورحمه الله.